وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها. سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالتكم ويحقق لكم ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ودمتم سيدي سالمين موفقين، ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببالغ لبطة السرور تلقينا برقية سموكم الكريم المهنئة لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1439 هجريا، وأننا إذ نشكر سموكم على مشاعركم الطيبة نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظكم ويرعاكم ونعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب، ودمتم سالمين محفوظين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.